على السريع ونشوف ايه الوضع. بسم الله، اللمبة ايضا جامد، وفي دخانة حصلت هنا. ندل الجهاز ونوعه للي محتاجه. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربكم جميع بخير. النهاردة معنا جهاز صيني او شاسيه صيني فاصل باور. صاحب بيقول سمع فرقعة والجهاز فصل. هنبدأ نشوف. انا فكيته ونفضت التراب اللي فيه كده عشان نبدأ نشوف هنتعامل مع الجهاز ازاي، عشان الاخوة المبتدئين ما يكون في مشكلة زي كده ازاي يتعامل معاها. فهنبدأ نشوف هنعمل ايه عشان نوصل للمشكلة او سبب المشكلة في الجهاز ده. اول حاجة هنقيسها الفيوز. هنجيب وضع الافوميتر على وضع البزر او وضع الصفارة ونبدأ نقيس الفيوز. فاصل الفيوز حتى شكله عامل مفرقع من الداخل اهوت، اسمر اهوت، لونه اسمر. لما بيكون الفيوز عامل الفرقعه ديت اكيد في شورت حصل قدامه. ما ينفعش اشعر الفيوز على طول واقوم موصل الجهاز وابدا اوصل كهرباء، ما ينفعش. بيجن ممكن ده يكون له سبب حصل، في شورت حصل قدامه فرقع الفيوز. نبدا نشوف خطه العمل او خطه تتبع العطل ديت او مسار العطل ده. هنبدا بايه؟ اولا مبدئيا عشان تبقى في الصوره، فيوز فرقع معناها ان في شورت حصل قدامه. الشورت ده يحتمل يبقى فين؟ يحتمل يبقى في احد الموحدات، او في موحد بايظ عامل شورت، او المكثف عامل شورت، او اي سي الباور نفسه او ترانزستور الباور عامل شورت. نبدا نشوف المشكله مع بعض ونبدا نشوف هنبحث عن العطل ده ازاي. اول حاجه هنطمن على الاربع موحدات. هنجيب على وضع البزر والافوميتر زي ما قلنا ونبدا نقيس اول موحد. مفيش شورت، مفيش شورت كده، مفيش شورت كده، مفيش شورت. اللي بعده مفيش شورت برضه، مفيش شورت. تمام، يبقى عندنا الموحدات مفيش فيها شورت. برضه عشان اتاكد على من الموحدات، ممكن الموحد يبقى فيه نسبه تسريب ما تبانش على وضع البزر، يبقى لازم تقيس على وضع الدايود اللي هو زي كده، وابدا اقيس تاني عشان اتاكد ان فعلا مفيش اي حتى تسريب في اي ايه، في اي موحد. المفروض الموحد بيقيس معايا في اتجاه واحد زي ما انتوا عارفين. ادي اتجاه مفيش، ادي الاتجاه ده اداني 500 مظبوط. اللي بعده برضو الاتجاه ده مفيش، دوت الاتجاه ده هيديني برضو 500 وشوية، ده الصح. تمام، وادي السيليكون اللي بعده 500 مظبوط مفيش. تمام برضو مفيش. تمام، يبقى عندي الاربع موحدات كده، اطمنا او اتاكدنا ان الاربع موحدات مظبوطين. نبدا نشوف ايه اللي بعده. اللي بعده يبقى المكثف. نبدا نتاكد من المكثف، نشوف في شورت ولا مفيش شورت. هنبدا نجيب على البزر تاني، وادي طرفين المكثف، ادي الطرف السالب الارضي وادي الطرف الموجب. نبدا نشوف. تمام، سمعت الصفارة شحن وفرغ. نقلب الأطراف، شحن وفرغ كده، مفيش شورت عندي في المكثف، يبقى كده برضو تمام. 310 بيخشوا لي هنا عن طريق كوبري هنا اهوت دوت، وبيخشوا له على الطرف بتاع الدرايفر دوت. تمام، بيدي الطرف التاني ده، الطرف التاني دوت بيخش على الاي سي اهوت، على تغذية الاي سي اهوت. الطرف ده اقيسه مع الارضي. تمام، شحن وفرغ
تمام شحن وفرق كده. الاي سي برضو معايا سليم. هنا كده مبدئيا اقدر اركب الفيوز واجرب على سيريا. هبدأ اركب الفيوز واجرب على سيريا. خليك معايا نجيب فيوز. جبنا فيوز نقيسه. تمام نبدأ نركب الفيوز. نبدأ نقيس الطرفين بتوعه. تمام واصل. شوف طرفين الباور تمام الدون المقاومة بتاعتهم. طرفين اللي هيركب عليهم 220 متغير. تمام نبدأ نوصل على سيريا. ما ينفعش اجرب على 220 على طول، لازم اوصل على سيريا الاول. نبدأ نوصل على سيريا ونشوف الجهاز هيعمل معانا ايه. هنجيب سيريا. جبنا سيريا كابل اهو سيريا بمفتاحه. نبدأ نوصل ونوصل على السيريا ونشوف الوضع. بسم الله اللمبة ايضا جامد. وفي دخانة حصلت هنا نفس الكهرباء. شفت اللمبة؟ اللمبة شايفين الاضاءة بتاعتها. نفصل لمبة السيريا. وصلنا الباور ونشوف ايه الدخانة دي. الدخانة دي طالعة هنا من الاي سي ده. طالعة من اي سي الباور. وطالعة من بفة هنا. البفة دي بفة هي سايحة جنب اي سي الباور برضو. تمام البفة دي هنبدأ نخلع اي سي الباور ده ونغيره ونغير البفة دي ونقيس الموحدات اللي جنبهم ونشوف ايه الوضع. طيب نقيس الموحد كده هنا. نجيب برضو على البزر. في واحد هنا جنب الاي سي متأكد منه سليم ولا بايظ. سليم. يبقى هنغير الاي سي ونغير البفة ديت ونشوف ايه المشكلة برضو اللي هتقابلنا تاني ونجرب ونشوف ايه الوضع. هنفك الاي سي ونفك البفة ونشوف ايه الوضع. نيجي الاول على الاي سي اهوت. تفك بشفاط، تفك بفرشة، يعني عادي زي ما بترتاح في عملية الفك. المهم ان الشاسيه ما يتبهدلش من الكون، ده المهم كله. تفك بقى بفرشة، تفك بشفاط، دي حسب راحتك وحسب حريتك. ونجيب البفة برضو. اطراف البفة تمام. نبدا نفك المسمار بتاع فيش الباور. الطرف في النص تمام. ده الاي سي. رقم STR W6553A. نبدأ نشوفه ونجيبه ونجرب.
خليك معايا. ادي جبنا الاي سي، ادي الاي سي القديم اهوت، وادي الاي سي اللي جبناه، طبعا جبناه من جهاز عندنا، والبفه برضو جبنا بفه اهيت، هنركبهم ونجرب. وخليك معايا عشان نشوف الوضع، عشان الفيديو ما يطولش هركبهم وارجع لك. نبدا نلحم. ركبنا المكثف والاي سي، نبدا نلحمهم. تمام، نتأكد ان مفيش اي شورت بين اي طرف والتاني، بين الاطراف وبعضها. شوف الطرفين اللي جنب بعض دول، مفيش شورت. شوف الطرف ده، الطرف ده فصل من هنا، المفروض الطرف ده جاي كده. تمام، وصل. شوف ده مفيش، ده مفيش، مفيش اي شورت من الاطراف. الطرف دوت شغال اهو، واصل هنا، مفصلش. نبدا نشوف في شورت بين ال، لا مفيش شورت بين الارضي والطرف الكهرباء. طيب هنبدا نوصل برضو تاني على السيريا ونشوف ايه الوضع هيكون معانا، ونقول بس. السيريا بتوطى وتقوم. طيب هنجرب على الكهرباء ال 220 العادي. بسم الله، تمام. شوف كده الضغط العالي طالع، تمام كده شغال معانا الجهاز، والضغط العالي خارج معانا. نبدأ نركب سكوت الشاشة ونجرب على الشاشة نفسها. قبل ما نركب سكوت الشاشة ننظف مكان الكاسكت برضو، لأن ممكن يكون في رطوبة أو كده، ونجرب، لأن ممكن من تأثير الرطوبة الجو اليومين دول رطوبة، وممكن تكون هي سبب المشكلة. كان في تسريب مثلا في سكوت الشاشة يعني، او اي رطوبة في الدايرة هي اللي عملت المشكلة دي. نبدأ بنحتاط برضو، نبدأ نفتح تاني الجهاز. بسم الله، تمام كده الجهاز اشتغل. هبدأ اوريه لكم، تمام اشتغل معايا الجهاز. تمام، ادي كانت مشكلته، او كان العيب بتاع الجهاز، كان مشكلة الفيوز مفرقع. غيرنا الفيوز طبعا، قبل ما اغير الفيوز قست الاربع موحدات، اتأكدت ان المكثف سليم، وبعدين طلع هيشيل باور نفسه في مشكلة، غيرناه 53، غيرناه، وكان في جنبه بفة. ده تيجي تجرب عطل زي ده، اول ما تجرب تجرب على سيريا الاول عشان تطمئن ان الجهاز مفيش فيه اي مشكلة تانية. اشكركم